الحلو كمان ان انت في الالعاب الاخرى عامل طفره عظيمه، يعني كنا دايما بنتكلم على السكواش فقط، وده الخبر اللي جاي، لان السكواش يعني حتى الاجيال الجديده والناشئين والناشئات عاملين شغل محترم جدا جدا، لكن الخبر اللي كان معاك بجد الالعاب الاخرى في مصر بقى عندك اكتر من بطل واكتر من بطله بتسمع عنهم. صحيح. سنوات ماضيه ما كناش بجد بنسمع عن حد منهم تماما، يعني ولا كنت تعرف بطل العالم في السلاح، ولا كنت تعرف بطل العالم في رفع الاثقال، ولا كنا نسمع عنهم اصلا. فالقصه كلها ان الرياضه بجد واخده طفره تانية خالص في مصر، وده مهم، وده مهم جدا نركز عليه، لان الناس دي انا اعتقد اللي لازم القوى الناعمه كمان تشتغل عليهم في المسلسلات وغيره. انت بتصدر او بتربي اجيال من خلال الدراما والسينما، بصراحه احنا عايزين دول اللي يبقوا قدوه ليهم مش حاجات تانية. كوارث بصراحه بتحصل مش موضوعنا، بس يعني اتمنى يكون في اهتمام اكتر كمان من الناحيه الاعلاميه يا كريم، وفكره لازم السبونسرز كمان بجد والله، لازم حتى لو كنا ما نعرفش مين الابطال دول، سهل جدا كماركتنج لاي شركه لو هتبقى سبونسر لاي بطل او لاي منتخب. على فكره تعرفنا ده مين من خلال اعلانات البيل بوردز، يعني ما هوش امر صعب، انت ممكن تجيب شخص نكره وتعمله شخص اشهر واحد في مصر، يعني اشهر واحد في امريكا، واللي كل يخلي هي الموضوع كامبين اللي يخلي الموضوع عيب اكتر ان يبقى العالم كله عارف الابطال دول واحنا لا. بالظبط. واللي يزعل اكتر بقى اقول لك، لما يبقى البطل ده جاي ممثلك في بطوله وواخد لقب العالم فيها وجاي المطار ما لاقيش حد بيستقبله، دي اللي بتوجع اكتر كمان. الشق المعنوي بجد والله، سيبك من الجوائز والحته الماديه اللي احنا عندنا ازمه فيها، بس الشق المعنوي انا ما احسش ان اللي قدامي مقدرني، بتوجع، طبعا بتوجع جدا. ومش اي حد عنده شخصيه قويه يقدر يكمل لو ما لقاش الابريشيشن، مش كل الناس زي بعض، فدي مهمه جدا. ابطالنا دول في حاجه لده بصراحه، يعني بتوجع وبينتج عنها افعال بتزعلنا كلنا بعد كده، ونرجع نشتكي بالظبط ونرجع بالظبط نتكلم بالظبط. ونقول، لكن ربنا يصلح الحال. بص بقى الخبر الحلو خاص بالسكواش، وهروح تحديدا لابطالنا الواعدين اللي هم كمان ماشيين بنفس النهج اللي هنتكلم عن الابطال الكبار المتصدرين حاليا التصنيف العالمي في السكواش زي ما احنا متابعين، وهم تحديدا علي ابو العينين، عنده 23 سنه يا كريم، وبدا ممارسه اللعبه من 4 سنين فقط، يعني تخيل انت بدات اصلا في ايدج شويه كبير، انت بتتكلم يعني 4 سنين، هو بيتكلم يعني كان عنده 19 سنه، فبدا وهو عنده 19 سنه، مش مثلا 14 13 وهو صغير، لا بس من 4 سنين، وقدر ان هو يتوج بالعديد من البطولات الدوليه والعالميه، توج بلقب بطوله هونج كونج المفتوحه للسكواش، وبالغ بقى مجموع جوائزها كام، برضو يعتبر رقم مش وحش، يعني 55,000 دولار للرجال وللمسلوهم برضو للسيدات. كمان على الصعيد الثاني واللي موجوده في الصوره هي الصاعده، وبجد زي ما بيتقال عليها او الصحافه كتبت عنها الصاعده بسرعه الصاروخ، امينه عرفي هي صاحبه ال 16 سنه هنا، وهي للاسف خسرت في نهائي البطوله، لكن هي اسم بطله وماشيه بخطوات ثابته، ويعني عايزه اقول لكم في السكواش وحاجه بجد مشروع بطل قادم باذن الله، وكسبت كمان السنه اللي فاتت بطوله العالم للناشئات تحت 19 سنه وهي عندها 15، ما شاء كان الله وقتها ما عندها شاء الله. 15 سنه، فطبعا يعني مشروع رائع جدا باذن الله. الاثنين دول هيكون ليهم مستقبل كبير جدا في اللعبه، زي اسماء كبيره عندنا نور الشربيني ونور الطيب وغيره وغيره من الاسماء الكبيره يعني.